صالح نائب رئيس الطائفة اليهودية في العراق. President of the Jewish community, Mr. Ruben Ibrahim Abraham Shuhair, also Jewish. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج لحظة بعنوان دهبوليات الدهبول، الحلقة الرابعة من قناة اللحظة. تحياتي للجميع وتحياتي لكل الأخوة المتابعين المشاهدين، ونشكرهم على الدعم المستمر لنا، وإن شاء الله نكون دائما بمستوى الثقة اللي منحونا إياها إن شاء الله، نكون عند حسن ظنهم إن شاء الله. من الملاحظات دائما تتكرر إنه أنت إذا تصدر التاريخ، عندك قناة إذا تصدون التاريخ لازم تجيبون مصادر ولا آخر. إحنا نقول إحنا ما نتصدر التاريخ، إحنا فقط إنه أكو بعض الناس أفاقين ومو أصحاب اختصاص، مو مؤرخين هم، ويجي يسطر حكي ويصفط ويكذب، ودوافع سياسية لا بي حيادية ولا بي موضوع علمي ولا طرح علمي منهجي ولا ذي. فإحنا بنفند هذه الأكاذيب ونحط بعض المصادر في بعض الأحيان، وبعض الأحيان في شهود على هذا الموضوع. حلقتنا لهذا اليوم راح تتضمن فقرات أيضا بجانبين، الجانب الأول الجانب الشخصي لدعبول، والجانب الآخر أيضا السيرة اللي سردها في برنامج الصندوق الأسود. تحياتي لكم جميعا، وأتمنى لكم مشاهدة ممتعة، ونبدأ بأول فقراتنا لهذا اليوم. في حلقات سابقة أنه بينا أصل الدعبول فائق الشيخ، أنه أصله إيراني، وظهرنا من يا مدينة من إيران، من يا محافظة إيرانية. وهذا الشخص كثر كذبه طلعوا ناس كثيرين من امثاله، طبعا من نفس المله مالته، المله السياسيه والسلوكيه همينا، ايضا ادانوا بالكذب. من ضمنهم واحد اسمه كريم بدر. هذا كريم بدر يعني على الأقل هذا فائق إيراني، يعني أهون، هذا مو بس ميول إيرانية وقشمر مال إيرانيين، لأنه هذا هم رفحاوي وقاعد يقول لي بطولاته، يحكي بطولاته، طلع حلقة على اليوتيوب يحكي بطولاته هو رفحة، وأن هم الناس اللي الأبطال الحقيقيين، وهذا فائق أفاق كذاب يعني. فإحنا هذا الحكي ما يهمنا، يعني هو اللي يهمنا أنه هذا قشمر، جوي ذول الايرانيين قشمروهم طلعوهم لا على التحيه، ما يعرفون شنو طالع يهوسون بالشارع. اكو ناس تريد تبوق، اكو ناس تريد هذا قضايا بلها من قضايا مخله، يعني جرائم يريدون يحرقون فايلاتهم، واشكال هوايه اكو دوافعهم الناس هذه راحت. المهم قشمروا من رعه وبرفحه. فشو يقول كريم بدر؟ يقول هو ينتقد فائق دعبول، يقول له اولا انت عمرك 24 سنه، شلون تقود مخيم رفحه؟ وهذا هم صحيحة يعني. والشغلة الثانية يقول انت بقيت سنة وسافرت لإيران انهزمت. انهزم شلون انهزم؟ يقول لانه انت يقول طيارة، هو يقول 400 شخص طيارة خاصة ودزوكم لإيران. ال 400 شخص طبعا هو دعبول شي يقول فايق، يقول 300، هذا يقول 400، بس فرق 100 خليها علينا ال 100 مو مشكلة. يقول يا هاي الطيارة كل واحد عنده اثباتات انه اصوله ايرانية، صعدوا بهالطيارة وايران استقبلتهم، فهم الايرانيين ورطوا الناس زين، واخذوا ربعهم راحوا لايران، وهذول بقوا يدقون الداد بمعسكر ربحه زين. فهذا هم اثبات انه يعني عزز طرحنا بانه هذا شخص اصوله ايرانيه زين. هو احنا مو اول ناس نقول عليه اصوله ايرانيه، يعني كثير من المقالات من الانتقاد اللي يقولون عليه ايراني، ولا يوم جاوب يقول من يا مله، هو من يا عشيره، من يا كذا، حتى لو بايراني. شنو فلو طالع من زرف القاع؟ ايش بيك خايف؟ قول انت منو عائلتك؟ عشيرتك منو تتباهى بيها؟ زين؟ قاعد تفرفر ما نفتهم لك لا راس ولا رجلين. يعني المخيم البدو، فهو كان قائد وهو اللي كان يدير المخيم، وهو بطل من ابطال المغادفة. حكي يعني حقيقه في منتهى السخط. يعني انت كيف تستطيع انت ان تكون تقود وجوه النجف المعروفه؟ يعني هذه جرأة ما بعدها جرأة. انت كان عمرك 24 سنه الى 25 سنه، كلها احياء وموجوده.
انت اصلا ما بقيت بالمخيم الا سنه واحده. انت بنهايه ال 93 طلعت الى ايران، اول وجبه طلعت الايران هو انت وياهم 400 واحد، وكل اللي طلعوا من اصول ايرانيه هكذا، كل اللي كانوا بالمخيم يتذكرون هاي الحادثه. اللي عنده جواز ايراني، اللي عنده اوراق ايرانيه من اصول ايرانيه، انت وياهم. بس انا ما بدي اشكك بوطنيتك واقول انت كذا، بس انا جاي اشهد شهاده لله على تاريخ. ورجعت بعد سنه ونص تقريبا، ورجعتك كانت لغز، احنا بالمخيم ما حد كان يعرف. شلون رحت لايران؟ انت شلون وقعت امم المتحده انك ما ترجع وما لك علاقه بالموضوع؟ منو رجعك؟ شلون؟ نرجع على السرد اللي سرده هو فوق مسيره حياته حسب ما يقول هو طبعا. يجي الطرف على موضوع اليهود العراقيين، وهو مو اول مره فايق، يعني مو بس هو يطرق لهذا الموضوع، انه هذول اليهود العراقيين واملاكهم داخل العراق وموضوع فرهود وما فرهود، ويعني يبرزون هذا الموضوع. طبعا هذا الموضوع بدأوا يبرزون به ورا 2003. احنا نقول اكو قانون، اكو قانون يهودي مسيحي عربي كردي شيعي سني، اكو قانون يحكم الجميع يعني. فانت على القانون فلا تقوم تنظر. قاعد مرة هزمت الكويتيين الأسرة ورحت قابلت الكويت وقعدت عمود يطلقوا فلوس، ومرة هسه قمت تحكي لي على اليهود ومتعاطف ويا اليهود، هذه على مود اليهود شو اسمه، فاقعد راحة، هاي سوالف مكشوفة. هو شو يقول بهذا الموضوع؟ يقول هو يشتغل معاون أو مساعد محامي كبداية عمل المهني يعني، طبعا بال 89 يمكن قال أعتقد. وطبعا احنا هاي ما 89 علامه استفهام، لان هو يقول بلسان انه هو مزور، يعني ورا ما تخرج زور ما التحق بالخدمه، تخلف عن الخدمه العسكريه ومزور كان هويه زين. شلون راح اشتغل يم المحامي المساعد؟ ما نعرف يعني شلون، يعني ما اعرف. المهم هو عبر الموضوع هذا، يعني هو شلون رجع بعدين داوم وشلون قدر يمارس المهنه، هم عبر الموضوع هذا هم عوفه بالنتيجه، هو مزور احنا عندنا يعني. فما عموما فيقول المحامي كلفه اكو قضيه رافعي اليهود الطائفة اليهودية ضد الدولة، لأن الدولة تريد تصادر الكنيس مالتهم وتعوضهم بمكان آخر يعني. فيقول أنا سويت بحث عن الموضوع، راح قابله هو المحامي، قابله رئيس الطائفة اليهودية، وقال أنا أي شيء بي ضد الدولة طبعا أنا أول واحد، لأن أنا ضد الدولة يعني ضد النظام يعني، فأنا أول واحد يعني يكيف ويتباهى أنه كسب الدعوة، انه الطائف اليهوديه كسبت الدعوه وبقت بقى الكنيسه مالتهم. طيب جيد، احنا هاي يعني جيده. هاي تعطي اثبات ان الدوله العراقيه قبل 2003 كان بها قانون يحكمها، والسياده للقانون دائما يعني. يعني الرئاسه تطلب انه هذا العقار يرجع للدوله ويعوضوهم، وهو راح كسب دعوه ضد الدوله زين. فمعناتها انت هنا تأيد ان اكو قانون يعني، فنفس القانون اللي حكم لليهود ان ياخذون الكنس مالتهم، هو نفس القانون اللي حكمك بالاعدام، لانه انت قتلت وانت سرقت وانت زورت يعني. فهاي هي نفس هاي دعبول، صح لو مو صح يعني. بعدين اليهود يعني احنا عندنا اصدقاء يهود عراقيين كانوا يعني، ما يعني ما فد يوم يعني انه صارت تفرقه عندنا، يهودي مسيحي ايا كان يعني، وهي كلها تشهد الناس تعرفها يعني. الخلل بالاصول الايرانيه داخل العراق، هو هذا سوى خلل بالمجتمع. ناجي سلمان صالح نائب رئيس الطائفه اليهوديه في العراق. يوجد في العراق في الوقت الحاضر حوالي 1000 يهودي، منهم 600-650 نسمه يعيشون داخل بغداد، والباقي موزعين على أنحاء القطر. لقد كان عدد اليهود يخص حرب إيران طبعا، يتحدث هو دائما بين السطور إيراني وتوجهه إيراني ودفاع عن إيران، ويتهم الخليج أنه كانت تمول العراق ضد إيران، وكانت تستخدم الشعب العراقي كمحرقة امام ايران. طب بالنسبه له لان هو ايراني، اما احنا كشعب العراق احنا نعرف بالخطر الايراني، وواجهنا لهذا الخطر وكسرناهم بعد 8 سنين من القتال ومسانده الدول العربيه للعراق بحربها ضد ايران، لانه كنا نعرف مدى خطوره الايرانيين سواء داخل النسيج العراقي
او كدوله مجاوره للعراق. والدليل هسه ما نحتاج احنا نقعد ننظر، الدليل موجود من 2003 لحد الان يعني، وشفتوا ايران ايش سوت يعني، بس ضعف العراق ايران ايش سوت يعني. ويقول انه الاموال الخليج كانت تروح وكانت تطوها الاسر الشهداء، يعني كانه يبين انه العراق شعب العراقي اصبح مرتزق ياخذ فلوس من الخليج في سبيل روح يقاتل ايران، وهاي كذوبه كبيره يعني. نعم اكو تمويل، والتمويل هو نسبته كلش قليله للحرب العراقيه، لان الحرب العراقيه 8 سنوات يعني، والدوله كانت تكرم اسر الشهداء، هو مو بس تكريم، كانت تكريم وكانت اعالتهم لانهم فقدوا اولياء امورهم بالحرب. بس انت احكي لي بعد 2003 انت ايش سويتوا من جيتوا؟ حتى هاي الاعاله والدوله شلتوها من عندهم، رحتوا طيتوا الرفحه، جماعه رفحه، هاي ليش ما تسولف بيها انت؟ اسمع يا ولد عبدول، اقول لك شغله، الحق يبقى حق، انتوا باطل. واذا اليوم اكو ناس تستضيفك تطلع بقنوات تسولف بالباطل تريد تسويه حق، فلا انت ولا اكبر من عندك يقدر يغير الحق يسوي باطل، وبالعكس. فانتظر الحق قادم ان شاء الله. وايضا بما يخص حرب العراق مع نظام خميني، اللي هو يصورها انه العراق كان دائما الاعلام مالته يصور للخليج ويخوفهم انه ايران جايه، انه عداء ايران على دول الخليج. راح نذكر 3 نقاط دعبول انتبه لها. اول نقطه، النظام الخميني العفن، وهاي الثوره الاسلاميه البدعه، واحدة من أهدافها الرئيسية هي الانتشار ونشر الرسالة مالتهم، اللي يسموها رسالة طبعا، هي رسالة بؤس وسرقة وقتل ودمار ودم. هاي أولا. ثانيا، بحرب إيران، إيران كذا مرة اعتدت على الكويت، يعني واحدة من المرات جزيرة بوبيان، أخاف أنت ما تعرف ده أعرفك، وجيش العراقي قدر انه يبقي بوبيان محررة. النقطة الثالثة، محاولة اختيار ربعك لأمير الكويت كان بوقتها جابر، زين، واللي قام بالعملية ابو مهدي المهندس، وانت تعرف كل الزين يعني، والكويتيين يعرفون، بس الاجيال الجديدة على اليوتيوب ما يسمعون هذا الحكي، بدنا نسمعهم، اما الكويتيين يعرفون ويعرفون كل الزين يعني. فمحاولة اغتيال جابر من قبل ابو مهدي المهندس، وبعدين ابو مهدي المهندس يرجع ورا 2003 وانت من المؤيدين الى داخل العراق يعني، فعلي من تنطلي هذه. فارجع اقول لك ترى الحق يسود بالنتيجة يعني، فانت باطل. مرة نطل عليكم الحلقة لهذا اليوم، نشكر لكم متابعتكم، وانتظرونا في أجزاء قادمة إن شاء الله لنستكمل موضوع دعبوليات الدعبول فائق دعبول. تحياتي لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The French have been carried out mainly by suicide bombers who willingly give their lives in operations to earn one of the Shiites' highest honors, a martyr's death. But the Shiites are also waging a sectarian war within Islam itself. مع استمرار المالكي في إدارة الجناح العسكري لحزب الدعوة، بدأ المشهد دمويا خلال تلك الفترة. العملية التالية كانت في الكويت عام 83، حيث دوت سلسلة انفجارات استهدفت منشآت حكومية كويتية وأخرى أجنبية. يود الديوان الأميري أن يعلن للمواطنين الكرام أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد قد غادر المستشفى. لكن العملية التي شكلت تطورا خطيرا جاءت بعد عامين. حزب الدعوة ينفذ هجوما بسيارة مفخخة على موكب أمير الكويت الشيخ جابر الصباح في محاولة لاغتياله. عمليات الكويت، وبحسب القضاء الكويتي، كان المتهم المباشر في التخطيط لها وتنفيذها هو رجل حزب الدعوة جمال الإبراهيمي، المعروف بأبو مهدي المهندس، صديق نور المالكي ورفيق دربه. بالرغم من توغل أبو مهدي المهندس في دماء العراقيين والكويتيين، إلا أن ذلك لم يمنع نور المالكي من ترشيحه في قائمته الانتخابية عام 2006
حيث أصبح المهندس نائباً عن محافظة بابل. لأن أبو مهدي المهندس كان بعد التفجير بسويعات طلع غادر الكويت ولجأ إلى إيران، وهذا واتهم علانية بأنه هو المسؤول عن التنفيذ. حزب الدعوة لنقول الجناح الذي يرفض رفض العملية يؤكد أنه هذه العملية هي جزء من عملية ابتزاز من الأجنحة الوالية لإيران من حزب الدعوة بالضغط على الكويت لغرض طرد عناصر حزب الدعوة من الكويت وقطع تمويلاتهم المالية، يعني غالبتهم يشتغلون بالكويت فأكو تمويلات مالية يحصلون عليها وبالتالي يسندون عملهم وإجبارهم على الهجرة المغادرة واللجوء إلى إيران. على الرغم من تلك العمليات المتتالية والتي وصلت إلى استهداف السفارات الأجنبية، إلا أن الغرب لم يقم بإدراج حزب الدعوة على قوائم الإرهاب، بل إن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة من التحالف مع حزب الدعوة عقب حرب عام 2003.